قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ببركة القرآن العظيم وبحرمة القرآن العظيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اي yerleri ve gökleri yoktan var eden yüce Allah senin rızayı şerifin üzere okunan Kur'an-ı Kerimlerden ayeti celilelerden hasıl olan sevabı önce peygamberimiz Muhammed Mustafa müsakiben diğer peygamber zişan efendilerimizin ruhlarını hediye ederek vasıl eyle ya Rab. Allah'a emanet olun.